السيد ربح الوصيف كذلك المستشار او الخبير عفوا في علم النفس التربوي دائما معنا عبر الهاتف. مساءك سعيد سيدي الكريم. مثل ما كان يشير السيد نجيب بطام الى فكره الوعي، نتحدث عن فتره مهمه لدى الانسان وهي فتره المراهقه، يعني ما حدث اليوم افضى الى وفاه، لابد اليوم ان نتوقف عند هذه النقطه بالذات. تفضل سيد ربح الوصيف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا فقط اصبح هذا الاستاذ بطام كل ما ندخل نكمل بعضنا البعض في الواقع، وانا نبدا منين انت الاستاذ بيطان والمجتمع ككل. ولازم نعرف باللي الاطفال تاعنا خاصه في سن المراهقه، خاصه الان يعني حتى تكلمتي على المراهقه، في سن المراهقه يعرفوا الاولياء ويعرفوا الاساتذه، يعرف المجتمع ككل ماهوش عيب كلمه المراهقه، هي مرحله من مراحل النمو، لكن فيها يبحث الفرد، هذا الشاب يبحث على ذاته، يحب يكون ذاته، يحب يقول قبلوني اني كبير. فاحنا المشكل اللي عندنا الان اننا نعطي العنان، يعني نخلي الناس هذا لونفون هذا لادوليسون هذا يدير واش يحب. الام في بعض الاحيان تدلل يعني ابن تحال لوكات، ساعات الاب هذاك غايب تماما في الاسره، ما عندوش الوقت باش يحكي مع ولده، قليل جدا. وانا نتكلم عليها هنا الواقع، دراسه للواقع ما هو موجود. فتضيف الى ذلك الضغط اليومي للولاد تاعنا هذو، حتى هذو ينفروا، اولا ينفروا من المدرسه، يديروا ما يسمى بعض السلوكات الخاطئه واللي نشوفوها في جماعه النظائر اللي هما المراهقين، ساعه يحبوا يبانوا، يحبوا حتى يقلقوا الشيخ، يقلقوا الكبير، العجوز تعدي يضحكوا عليها، هذه من معروفه عند المراهق لما ما يلقاش روحه. فهذه الشباب هذا جاو باش يضربوا الشاب هذا. احنا عندي غير عندي كما تفضل الاستاذ الفاضل الاستاذ بيطام قال لا ما ندخلوش فيها، لكن نقول جاو لما جاو هما ام جاو باش يبانوا باللي رانا كبار، رانا قويين، عندنا قيمه. كون نرجع في البيت راح نلقاو مشكل في النمو النفسي تاعهم اللي هو فيه نقائص، وهذه ما يسميوها احنا عاده راهي انحرافات اجتماعيه، يسموها باللغه اخرى في علم النفس لي تروبل دي كوندويت سوسيال، يعني اضطرابات اجتماعية. لهنا تخلينا نخمم ونفكر في نقطه، انه فكره وجود ثلاث شبان، يعني العمليه لم تكن منفرده، فكره الجريمه على مستوى هكذا بين المراهقين تعطيهم ربما عامل اكثر حتى كل واحد فيهم يعني يبان. اكيد هو له، لان تعرفي باللي كيكونوا صغار الاولاد نقولوا جماعه الرفاق، لان يشتوا يلعبوا لا بونك دي كامارات كما نقولوا باللغه الفرنسيه، ولما يكبروا جماعه النظائر يتلاقوا مجموعه ويديروا لغه بيناتهم ويتفاهموا. فلما نشوف هذا بالك مجتهد، بالك الشاب هذا مجتهد يقرا جدي، فهما يقلقهم هذا. وممكن هذه المشكل تاع البنت ما هي الا وسيله، برك ماهيش هي المشكل الحقيقي اللي جاو، هي داروها بالك وسيله باش يبانوا حد مش غير امام الشاب هذا، باش يبانوا امام كل الطلبه في الثانويه يعني. بالطبع. وهذه بارك الله فيك، وهذه اللي مهمه. وانا هنا برك تفضل الاستاذ بيطام في المداخله تاعو قال لك نساوى في انها بدات تنزل في بعض الدول. انا والله نذكرك وبالك الاخوان حتى في وزاره التربيه باختصار، في سنه من سنوات كنا في 2001 كنا تكلمنا على العنف في الوسط المدرسي وخارج المدرسه والوالدين والتعاون مع المدرسه، ثم اننا نقصوا الضغط الابناء تاعنا هذو ونخليهم شويه في المدرسه. ما عندناش انشطه، ما عندناش وسائل يعني الترفيه. في الترفيه ما عندهمش باش يفرغوا هذه الشحنه باش يبانوا في لعبه، في رياضه، يبانوا في نشاط مسرحي، يبانوا في كذا، كاناليز هذه الاشياء. ثم انك حتى خارج المدرسه البلديه او الولايه وتفضل بها الاستاذ بيطام بطريقه غير مباشره، لازم يكون عندي انا فضاءات وين تهدوا. ثم ان الوالدين يتكلموا مع الابناء تاعهم، يتحاوروا معهم، مش يتحاور معاه يقول لك يسمعني انا غير، يقول لك داصرني او تخاف عليا، نو با دي تو، راك يتكلم معاه تكلم معاه في موضوع معين وخلي وتوقف. هذه هي. وانا نقول الاباء خاصه الاباء مش الامهات، الاباء كل ما يكونوا موجودين ويحكي مع ولده خمس دقائق راح نشوف ان السلوكات هذه تبدا تنقص. نتمنى بالطبع، نتمنى ان تصل الرساله سيد ربح الوصيف المستشار النفساني. جزيل الشكر لك على هذه المدة.